بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه وذلك بمناسبه الذكرى السنويه للعيد الوطني لدوله الكويت اعرب فيها سموه عن اطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحه والسعاده ولشعب دوله الكويت الشقيق المزيد من النماء والازدهار في ظل قياده سموه الحكيمه كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مهنئا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية